في يوم من الأيام، أب مصري شاف إعلان بسيط لمجلة مشهورة عاملة مسابقة لاختيار أفضل زي للأطفال. الأب ده كان عنده بنوتة صغيرة زي القمر، جابها ولبسها لبس ممرضة وقال لها: تخيلي إن في مريض قدامك بيموت ولازم تنقذيه. البنت اتأثرت فعلاً بكلامه وظهرت عليها الملامح دي، وتخيلت نفسها ممرضة بتنقذ مريض من الموت. المفاجأة بقى إن البنوتة دي تفوز بالمركز الأول، والمجلة تنشر صورتها على الغلاف، وبالصدفة يشوفها المخرج الكبير محمد كريم ويتصل بالمجلة عشان يسأل على عنوانها، وفعلاً بتبعت له المجلة العنوان والبنت بتطلع من المنصورة. فالمخرج ما يكذبش خبر ويبعت بسرعة الغراف لوالد البنت عشان تنزل القاهرة تعمل اختبار كاميرا عشان تقف قدام الموسيقار محمد عبد الوهاب في فيلمه الجديد. الأب لما شاف التلغراف اتصدم، وقتها ما صدقش وقال: ده أكيد مقلب. بس مامة البنت أقنعته ينزل ويجرب، يمكن الموضوع يطلع بجد. وتنزل البنوتة على القاهرة ويختبروها وتنجح، وتفاجئ الكل بما فيهم عبد الوهاب نفسه اللي ما كانش بيقدر يقف قدامها من كتر الضحك، ويفضل يعيد المشهد كذا مرة، لدرجة إنها راحت للمخرج واشتكت من عبد الوهاب وقالت له: خلاص بقى مشوه من الفيلم وهاتوا حد غيره طالما بيضحك كتير ومش مركز. ها يا ترى عرفتوا مين هي البنوتة دي؟